الساكنة ديال ممثل الساكنة مدير المدير انت هشام دابا تلعب مع شي مع الشباب ولكن اهم حاجه هي نحافظوا على هذا الشيء. هذا اليوم كان افتتحوا هذا المرفق اللي هو مساحه خضراء، في نفس الوقت في واحد مجموعه من الفضاءات الرياضيه مزوده بتجهيزات رياضيه لمختلف الاعمار، من الصغار للكبار للمسنين، وبالتالي فتنظن هذا التعاون بين المجالس اليوم تيتجسد على مستوى الواقع في هذه المعلمه اللي كتوجد في حديقه منى. ومن هنا كنوجه الشكر للساكنه ديال هذا يعني التجزئه اللي سميتها منى، اللي هما اصلا كانوا بادره في الاول، تعاونوا اولا في تهيئه المساحه ديال الارض، ولكن في افراغ ديالها من هذاك المخلفات البناء اللي كانت فيها، وبفضل التعاون كما قلت مع مجلس عمل الدار البيضاء مشكورا، اللي هو هذا عمل يعني معروف به، داروا في عدد من المقاطعات، مقاطعه عين الشق اليوم تحظى حتى هي ضمن المقاطعات الاخرى بهذه الالتفاته وهذا التعاون. وحصيلتنا على مستوى هذه السنوات مجموعه من الحدائق تتوج اليوم في النهايه ديال الولايه بهذه الحديقه هذه اللي كتشوفوها، اللي هي عباره عن جوهره فيها الورود، فيها يعني الرؤيه بالنسبه للخضراء بالنسبه للساكنه، فيها الاشجار والنخيل، فيها الفضاءات فين يجريو الوليدات صغار، وفيها هذا المدار ديال المشي اللي يمكن يتمشاو فيه يعني الرياضيين. اذا فكنتوجهوا بشكر جزيل لمجلس العماله، ومن خلاله كذلك معه شركه الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط اللي كانت متر دوفراج ديليغي لهذه العمليه هذه. ونتمنى ان شاء الله ان الساكنه تحافظ على هذا المرفق ونتعاونوا عليه جميع. وهذا المرفق هو مرفق جماعي كانت غتقوم به الجماعه، ولكن في اطار التعاون دار مع مجلس عماله، مجلس عماله انهى المهمه ديال التهيئه والاعداد. اليوم مقاطعه غتساهم في حفاظ على الاستمراريه ديالو من خلال توفير الحراس اللي غادي يكونوا فيه. اليوم هو مزود اليوم بهذا السياج اللي هو كيدور به من محيط من جميع الجوانب ديالو، والساكنه العين ديالها عليه، فالحمد لله حتى نوعيه الساكنه اللي كاينه هنايا يعني مشكورين، هما ناس واعيين ووليداتهم يعني غادي يستافدوا من هذا المرفق هذا، فهما غيساهموا معنا الى جانب المقاطعه باللوجيستيك اللي كاين عندنا سواء من طرف الاشخاص او الاليات، باش ان شاء الله نحافظوا على هذا المرفق هذا. من بعد يمكن نزودوه حتى يعني ماشي غير الاناره موجوده، الاناره كتلعب الدور ديال الرقابه اصلا، ولكن من غير الاناره كيمكن نزودوا ان شاء الله بكاميرات مراقبه اللي يمكن تساعد الحفاظ على الفضاء. عبد الملك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالثقافة والرياضة.